ندمت على التعاقد مع حمدي النجاز؟ لا 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 خالص خالص ليه؟ لكنه كان يعني في ناس كتير قالت ان 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 في مشكله اللي هو يعني يعني تملي سهل قوي انك مم. تحكمي على اي حاجه خاصة انه خسر القضيه امام النادي يعني ما انا بقول لحضرتك سهل قوي تحكمي على اي قرار بيتاخد مم. لو انت مش في نفس الظروف وفي نفس المواعيد وانت تعاقدت معاه بمبلغ كبير برغم خالص ان هو خالص خالص انا كسبت فيه خمسين الف دولار بس عشان كل القصص اللي بتتقال دي انا بس يعني مم. الفاظي ما بتحاولش تقول الحق في ان انا اقدر اجرح في حد انما نادي الزمالك الف دولار مكسب في موضوع امن النقاش